وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد، بعد التحية، وكما تابعنا من خلال التقرير السابق، هناك دعوة مقدمة أمام محكمة العدل الدولية سوف تنظر فيها غدا، مقدمة من جنوب أفريقيا وعدد من الدول، وذلك بشأن ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. نريد بداية شرح فكرة القوانين التي تنظم مثل هذه المحاكمات. هناك معاهدة دولية المناهضة لجرائم الإبادة الجماعية، ودولة جنوب أفريقيا ممضاة عليها كعديد من الدول وكذلك دولة إسرائيل، وبالتالي هذه المعاهدة تقول أن الذي يخرق هذه الاتفاقية يقوم بخرق القانون الدولي، والمحكمة محكمة العدل الدولية لها الولاء القضائي الاختصاص القضائي بأن تنظر في ذلك تلك الخروقات وتحمل المسؤولية للطرف للدولة التي خرقت تلك المعاهدة. نعم. على هذا الأساس قامت جنوب أفريقيا بهذه الدعوة، وبالتالي محكمة العدل الدولي الآن انتصبت. دولة إسرائيل قبلت أن تذهب، وحتى لو لم تقبل أن تذهب وتمثل أمام المحكمة، فإن المحكمة ستنظر في هذه الدعوة. ومن إسرائيل ترى أن مصلحتها أن تحضر لكي تدفع وتقوم بالدفاعات عن نفسها، ولكن هذه الاتفاقية الدولية أو هي المعاهدة هي صريحة، تقول أنه لما يستهدف عدد كبير من المتسكنين ويكون هناك حصار ويكون هناك قصف وهناك قتل عدد كبير منهم على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو غير ذلك، فإنه تعتبر جريمة إبادة جماعية. نعم. وهذا حاصل، هناك جزء كبير من الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الأخيرة، أكثر من 23%، أي أكثر من 1% من الشعب الفلسطيني في غزة وقعت إبادته وقتل، وهناك ترحيل وترحيل قسري، وهذا كذلك يكون مع القتل ومع الحصار ومع التجويع ومع عدم تمكينهم من المستشفيات، وكل ذلك يكون جريمة الإبادة الجماعية. ومن هنا حسب فقه قضاء محكمة العدل الدولية فإن هذه الجريمة، أركان هذه الجريمة متوفرة، وقد وقعت محاكمات من هذا النوع قبل ذلك وصدرت أحكام بنفس الطريقة، وبالتالي فقه القضاء يرجح أن إسرائيل يقع الحكم عليها بتحميلها مسؤولية جريمة الإبادة الجماعية. هناك كذلك يعني بعد يعني دكتور مجيد، في إطار هذه النقطة المهمة اللي حضرتك أشرت إليها، إذا ما صدر هذا الحكم بشأن أنه إسرائيل بترتكب بالفعل جرائم إبادة جماعية وبتنتهك القانون الإنساني والقانون الدولي، القانون الإنساني الدولي، ما هي الخطوة التي سوف تلي هذه الأحكام التي من الممكن أن تصدر من محكمة العدل الدولية؟ هل سوف ترفع بعد ذلك إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات أخرى ضد إسرائيل، الوقف الفوري لإطلاق النار، الوصول إلى هدنة إنسانية عاجلة من أجل وقف نزيف الدم الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني؟ جنوب أفريقيا طلبت طلبين أمام محكمة العدل الدولية. الطلب الأول هو مسألة المسؤولية، وهو الطلب الأساسي، وقبل أن تنظر في مسألة مسؤولية إسرائيل فإن جنوب أفريقيا طلبت أن تنطق محكمة العدل الدولية بقرار لحماية الشعب الفلسطيني، على أساس أن دولة إسرائيل كما يوصفها القانون الدولي هي دولة احتلال، وكدولة احتلال لها واجب رعاية وحماية الشعب الفلسطيني وعدم المساس به وعدم محاصرته وعدم قتله وعدم وضرب حصار عليه وعدم ضرب البنية التحتية، وبالتالي هذا القرار مطلوب من محكمة العدل الدولية أن تصدره في أيام وبالأكثر في أسابيع قليلة. نعم. وحسب فقه قضاء محكمة العدل الدولية فأن هذا القرار مرجح أن يصدر في الأيام القليلة القادمة، وإن صدر القراران، قرار الحماية
وقرار المسؤولية، فإن هذه الأحكام سترفع إلى مجلس الأمن من يخرج من إطار المحكمة كالسلطة القضائية الأعلى في العالم، وهي جزء من الأمم المتحدة، نعم، إلى السلطة التنفيذية للأمم المتحدة، والسلطة التنفيذية هي مجلس الأمن، ومجلس الأمن هنا له واجب تنفيذ حكم المحكمة وليس المداولة في الحكم. مجلس الأمن ليس الحق في المداولة في حيثيات الحكم، ولكن التنفيذ، هو مجلس الأمن مجبر لتنفيذ الحكم، وليس للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استعمال حق الفيتو. وهذا شيء مهم جدا، لأن قرار محكمة العدل الدولية لا يخضع إلى مداولة مجلس الأمن، بل يذهب إلى التنفيذ. يجب على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا لتنفيذ ذلك، وهذا هو فرق بين مداولة مجلس الأمن التي يمكن استعمال حق الفيتو، ولكن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولي ليس لأي شخص لأي دولة الحق في استعمال حق الفيتو، نعم، أو في تأخير ذلك، أو في إيقاف تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. نعم. محكمة العدل الدولية هي الوحيدة التي يمكن لها أن توقف قرارها، ولو نطقت به فهي سوف لن توقف قرارها، وبالتالي ليس هناك جهة أخرى يمكن لها أن تعلق أو توقف أو لا تنفذ قرار محكمة العدل الدولية. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا على هذا التوضيح، شكرا على هذه المشاركة.